قررت ان انا اتحجب، فانا محتاجه حضرتك تساعدني ازاي ممكن البس طرحه، وعرفني ازاي تتلف. انا اللي اعلمك. اعرفك ازاي الفا عليا انا كسيد يعني البس طرحه؟ لا والله، والله عظيم. لا والله اختار طرحه. اه بالظبط. اقول لك كيف ازاي؟ اه السلام. بصي ركزي بقى معايا عشان ايه الخطوات دي مهمه جدا. بس بلدتي ما لبستش طرحه. امسكي من هنا. من هنا. حلو؟ اه. ماسكاه؟ ماسكاه. ارميها تاني. اعملي كده. حطيها على راسك. ايوه. حلو قوي كده. كده هو الاثنين مدلدلين تحت كده؟ حاجه بقى عندي مستعجله مش هنعملها. هوب حط على شعري. هوب ده هوب هوبا هوبا وهوب وهوب. خلاص ما تتكلم على كده. شعرك باين مش باين؟ ما انا مش لابسه على الاقتناع. شعري باين؟ لا والله شكلك حلو. صدقت حاجة بحسن اهو. وبعدين بقى لازم تقعد تقول كده عارف انت الجو. ايوه شعرك اه عرفت تلبس طرحتين او ثلاثه.